هلا والله، شو اخبارك؟ مساك مرتاحين. عندي اليوم بغير الجيجلر، طبعا هذا 0.6 وحق المصنع 0.9. حطيت تيب هذا حق المواسير العادي لانه ما يخلي اثر الغراء، فهذا طبعا شلون زينته كذا لفيت وبديت ادورها يصير اسهل يعني. فكل اللي عليك تجي تحط المقاس، طبعا هذا عشان تفك الجدار. راح مكيته، كنا نذكر عندي هنا كان عندي منقار بس ما ادري نسيت انا وين حاطه. ساتر، هذا هو. كل اللي عليك طبعا اهم شيء ترك لازم تطفي الماكينه، نسيت هذه نوه على النقطه، يعني الافضل انك تسكره تفصله يعني عن الكهرب كامل. عاد لا تشده قبل شيء ترى قد ينكسر، فشي بسيط. شفت انه يعني خلاص تك معك هذه اكثر ترى تقضينا. تلف تيب هنا شوي عشان بس ما يطلع ما يصير فيه تنسيم كذا، وصلى الله وبارك. طبعا بيقول واحد ورا ما فكيته كامل، طبعا انا ما احتاج اني افك هذا كامل اللي هو المشروم كامل، يكفي اني افك الراس واطلع الجيجلر لحاله، لاني قبل فتره انا مفك ومنظف وذا، فما يحتاج اني افكه مره ثانيه، فعشان كذا انا فكيت بس راس المشروم.